اتقال ان فيلم بنات ثانوي مسروق من المسلسل الاسباني إليت. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ لا ولا مسروق ولا حاجه. إليت ده مسلسل ده بيتعرض دلوقتي بقى على فكره. ده مسلسل كذا حلقه بس ده مش مسروق منه كذا سيزون يعني كذا لا 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 ملوش علاقه منه خالص. ايمن سلامه كاتب المسلسل الفيلم ده من زمان. ده الفيلم ده المسلسل ده الفيلم ده كان مسلسل عند ايمن سلامه. كان هيعمله مسلسل وعملوا فيلم وجالي بيه هو ومحمود كامل المخرج وقالوا لي عايزين نعمل فيلم ده. ما قالوا لكش عايزين نعمل مسلسل وانت قلت له ونعمله فيلم؟ لا 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 قريته كفيلم وعملته وعجبني. ما عجبني انا ما اعملش حاجه غير عجباني عشان طيب تفهم. انا طبعا اكيد يعني طب انت سمعت الكلام انه مسروق بعد لا ما لا عملت لا. الفيلم؟ لا هي في واحده ادعت ان هي كانت مديال محمود كامل بس طلع المسلسل الفيلم اللي هي بتتكلم عليه غير فيلم ايمن سلامه. لما شافت الفيلم لان ايمن سلامه زارع الفيلم وانا قاعد معاه على فكره. لا ما هو ممكن الافكار يعني يقدر ياخد فكره معينه. بتتدخل انت في السيناريوهات وافكار الفيلم؟ انا بقول رايي ساعات يتاخد بيها او ما يتاخدش على حسب المؤلف عايز ايه.